الكل على بعد أقل من 19 دقيقة من النهاية الرسمية الكاملة لأحداث اللقاء. هذا هو المغربي من الممكن جدا أن يكون متواجد بصحبة الكتيبة المغربية في المونديال الروسي القادم. فيصل فجر اللاعب السابق لديبور لألكونيا انتقل إلى ختافي في مطلع الموسم الحالي. هذا هو فيصل فجر 29 عام إلى أرضية الميدان، بينما كرة أعتقد بأنه حتى لاعبي فرنسا لم ينتظروا أداء بهذه القوة من جانب الخيطة. كرة طويلة باتجاه منطقة الجزاء بحثا عن أنخريب جدا يشهر البطاقة في وجه أنخل. هو الآخر هذا المهاجم العائد ينضم إلى قافلة طويلة من إطالة بهذه الكرة الثابتة. فرنسا اليوم في وضعية غير طبيعية، صحوة لدقائق قليلة، لكن هذه فرصة لاستعادة التوازن من جديد واستعادة شباك ختافي من كرة باريخ المحكمة. يصور اليوم الأمور صعبة لتلقى أول هزيمة له في هذا الموسم، كل شيء أصبح وارد. كرة طويلة من جديد لمصنع ختافي، يبدو بأنه سيطر عليه عملية صعبة، لكن الخطأ الكبير في أبعاد الكرة بهذه الكرة عميقة طويلة خطيرة الرأسية، فيها تحضير غير موفق كان من جانب اللاعب مارتن مونتويا. مشترك الكرة لازالت ناتشو على أرضية الميدان. حكم اللقاء يواصل اللعب فيصل فجر كثيرا على المعطى الفني في عديد من الدقائق في عمر هذا اللقاء. رصيد خالي من الهزائم. داني باريخو، مراوغة جميلة من باريخو أمام لاعبين، ضغط قوي وفريق ختافي لا يدخل ميدان سولير. كرة قصيرة، تقدم أيضا لا يكتمل. المحاولة يستعيد ختافي بالمرتدات بالسلاح المتبقي في جعر. بانتصار في نهاية اللقاء سيكون انتصار مستحق، لم يسر أقل بكثير من المتوقع، ربما أسوأ لقاءات الخفافيش في هذا الموسم. أعتقد هذه المباراة لأقل مستوى من جنوب فرنسا، والمباراة التي فقد في الوقت المقدر بدل ضائع. وحكم اللقاء في هذه الآونة أسيد ميتي يطلق الصافرة تعلن من خلالها هذه المباراة عن فوز ختافي. انتصار كبير لختافي على حساب فرنسا بهدف دون مقابل، لم تكن متوقعة لنادي فرنسا الذي يقبل أول هزيمة له في الليغا في هذا الموسم. أحبتي الكرام، سعدني بصحبتكم، نلقاكم بمشيئة الله في مواعيد كروية مقبلة كثيرة للغاية.